هو الهجوم الأكبر والأعنف حسب ما وصفه ديمتري كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، حيث حث المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على إدانة هذه الجريمة التي وصفها كوليبا بجريمة الحرب بحق العالم بأسره. هذا الهجوم اعتبره كوليبا هجوم على الأمن الغذائي العالمي وعلى ميناء الحبوب الذي يغذي العالم بأسره. أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد بأن هناك سيكون رد على الأعمال التي العدائية التي تقوم بها روسيا، وعد بالانتقام بشكل قريب من روسيا جراء هذا الاستهداف على المدنيين في مدينة أوديسا. طبعا الدفاعات الجوية الأوكرانية أعلنت عن إسقاط 9 صواريخ من أصل 19 صاروخا أطلقت من البر والبحر والجو. هي عملية نوعية كما أسمتها أو أسماها سلاح الجو الأوكراني، حيث أطلقت 19 صاروخا من 5 أنواع مختلفة باتجاه مدينة أوديسا من شبه جزيرة القرم، وأيضا من غواصات من البحر الأسود، وأيضا من قاذفات استراتيجية من طراز تو 22. طبعا الصواريخ الخمسة أو عفوا الصواريخ من 5 أنواع هي أونيكس الفرد صوتية، وأيضا كاليبر، وإسكندر إم، وإسكندر كي، وأيضا صواريخ من طراز خا 22. 10 صواريخ طبعا أصابت الأهداف في مدينة أوديسا، دمار كبير خلفه هذا الاستهداف، قتيل حتى الآن و22 مصابا في المكان، ولا تزال عمليات الإنقاذ والسلطات الأوكرانية تعمل في المنطقة. أيضا بالنسبة للجبهة، لا تزال خارطة الصراع لم تتغير. المحاور الأكثر سخونة حسن هي أفدييفكا، مارينكا، باخموت، ليمان، وكوبيانسك في الجبهة الشرقية في إقليمي دونيتسك وخاركيف. طبعا يتحدث الجانب الأوكراني عن 40 اشتباكا مسلحا خاضتها القوات الأوكرانية مع القوات الروسية خلال 24 ساعة الماضية. 12 غارة نفذها سلاح الجو الأوكراني على مواقع وعناصر تابعة للقوات الروسية في مجمل الجبهة الشرقية. يتحدث الجانب الأوكراني عن إصابة مضادات للصواريخ وأيضا مخازن الأسلحة وعتاد خلال الاستهداف أو خلال الاستهدافات الأوكرانية التي قام بها خلال 24 ساعة الماضية. يأتي أيضا سياسيا مع تصريحات لأوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الذي أكد بأن الهدف الرئيسي من استهداف مدينة أوديسا هو عزل الوصول الأوكراني لسواحل البحر الأسود وعزل أوكرانيا بشكل كامل عن البحر الأسود بعد الانسحاب من اتفاقية الحبوب. وأكد بأن الكريملين يعتقد بأنه بالانسحاب من اتفاقية الحبوب يضغط على الجانب الغربي من أجل رفع بعض القيود والعقوبات عن الجانب الروسي وما يخص صادرات الجانب الروسي من غاز الأمونيا والصادرات الزراعية. في هذا الصدد بالتحديد معتظم، ماذا عن لقاء زيلينسكي مع أمين عام حلف ناتو يانس ستولتنبرغ، والذي تناول فكرة فتح ممر آمن على البحر الأسود لأوكرانيا؟ نعم، زيلينسكي منذ اليوم الأول لانسحاب روسيا من الاتفاق أكد بأن أوكرانيا ستمضي قدما في فتح ممر خاص بالتعاون مع الدول الغربية و منظمة الأمم المتحدة، وكان أيضا في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل الحديث عن اتفاقية الحبوب ومسار اتفاقية الحبوب، وأيضا كان قد اجتمع مع عدد من كبار القادة وتحديدا وزير البنى التحتية ووزير الزراعة وأيضا قائد القوات البحرية من أجل إيجاد حل للمشكلة فيما يخص صادرات الحبوب. ولكن وعد زيلينسكي بأن يكون الحل قريب، ولكن حتى اللحظة لا يوجد أي يعني نتائج حول هذا الاجتماع. ولكن يؤكد زيلينسكي بأن أوكرانيا ستجد حلا لمشكلة تصدير الحبوب، ربما سيكون هذا الحل حسن عبر الطرق البرية، لا أحد يعلم حتى الآن، ولكن حتى اللحظة لا يوجد أي نتائج من اجتماع. طبعا الرئيس تحدث مع غوتييريش وأكد بأن
بأنه تم مناقشة إيجاد طرق بديلة من أجل يعني تصدير الحبوب الأوكرانية إلى باقي دول العالم، محذرة من مجاعة أو يعني خطر على الأمن الغذائي العالمي بشكل عام. شكرا جزيلا لك معتصم عابد، مراسل غد، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف.